هل يجب أن يكون للمريد شيخ؟ الشيخ بيسهل عليه الطريق لأنه بيعطيله خبرته، لأنه أثناء الطريق تأتي اللوافت والشواغل وتجعل الإنسان يبعد عن الله أو يجعل هذا لغير وجه الله وهذا ليس للإخلاص. فالشيخ يحاول أنه هو يعني يكون معه مرشدا وهاديا للطريق. يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وليس من الصادقين. فمع الصادقين يعني الصحبة الطيبة، يعني الإرشاد، يعني وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. هذه هي وظيفة الشيخ مع المريد.